بالنسبة لمنظمة بذور الخير، أول منظمة جت للعظيم وساعدت الناس بكر الأنهار وشغلت الناس، سوت فرصة عمل، دعمتهم بالمبالغ المادية. أنهر كانت مدغلة ونظفتها واستغرت وشغلت ما يقارب 2000-2500 فلاح من أهالي العظيم وكرت الأنهار الفلاحين، ووفرت لهم بالنسبة للمعول والقزمة والأمور الشغل. الهدف الأساسي لبذور الخير هو بناء السلام، هو المحبة والتعاون والتكاتف ونبذ الأمور الطائفية والعشائرية وإلى آخره، يعني كل الأسباب اللي تعيق موضوع الحياة الطبيعية الاعتيادية. أينما يحتاج الإنسان إلى أي إعانة تكون منظمة بذور الخير الأولى في الوصول إليه.